يطير يطير يا حمامة وانزلي بدمر والهامة. أنا على تيني جننتيني وعلى تيني العشق حرام والله. كان في ملكان بحالة حرب، كان كل ملك يبعث جيوش ليغزي القلعة الملك التاني. بعدين لما انتبهوا انه في كتير ابرياء عم بتموت، قرروا ينقلوا المعركة من الارض للسماء. اي احسن لك، الحمام ولا البشر؟ اللي انت عم تسأل عن شيء اكيد الحمام. اختار شاهين فلت له حمام. خلاص ايه يكون وفي لبلدي لشيء يكون احسن من الشيء اللي هلا عم نعيشه نحن. يعني حنضل مطرح ما نحن جن حكام وزعران. شيء بيوصل الحمامجيه كلهم، هني بالنهاية أكترهم كلياتهم بيلتقوا بالسما كلهم، فالسما على طول فيها حكايات كتير. عم والله ناويلهم هالسنة.